أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا، مباشرة إلى أبرز ما جاء في صحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح. البداية بصحيفة اليوم التالي. في صفحتها الأولى: التوافق الوطني ترحيب حميتي بمشروع الدستور الانتقالي مجاملة. مستثمرون في شهامة المالية عجزت عن الإيفاء بحقوقنا. تحويل حركة البساط إلى مصر عبر معبر أشكيت. وفي الصفحة الأولى أيضا: تأجيل محاكمة البشير وآخرين في قضية فتوى قتل المتظاهرين. مبعوث الصين بمجلس الأمن يطالب بتعديل العقوبات المفروضة على السودان. حكومة الخرطوم تقرر إجراءات لضبط الوجود الأجنبي. البرهان: برنامج علاج مصابي الثورة لن يتوقف. إيقاف كوادر طبية بوسط دارفور يقود إلى إضراب واسع بالولاية. في الصفحة الثانية: مطار هيثرو يلغي الرحلات الجوية فوق لندن أثناء موكب نعش الملكة إليزابيث. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب شرق تايوان. ومصرع وإصابة 36 شخصا جراء سقوط حافلة بوادي عميق في الهند. تقرير أممي يكشف المدن مسؤولة عن 70% من الانبعاثات الكربونية في العالم. وتحذيرات أيضا من احتمال حدوث عواصف قوية غرب وجنوب التشيك. في الصفحة الثالثة: الشيوعي لا يحق للجنة المحامين. وتقرير في صحيفة الصحة: حالات مؤكدة بالكبد الوبائي وحمى الضنك بشمال دارفور. أصحاب العمل يشيد بوقفة مصر في محنة الأمطار والسيول. النيل الأزرق يحافظ على منسوب العام الماضي. والحرية والتغيير حملة ممنهجة للوقيعة بين العسكر والمدنيين. لجنة الأطباء تتهم قوات نظامية بدهس طفلة في المظاهرات الأخيرة. ونتجول في صحيفة اليوم التالي في صفحتها الرابعة: وساطة سيلفا هل تحدث اختراقا بين الخرطوم وأديس. باحث أثيوبي: الخلافات الحدودية تحل بالإرادة السياسية والمفاوضات. وفي الصفحة الخامسة: تحذيرات من التلاعب في القضية وندعو إلى تدخل مجلس السيادة. أسر الشهداء تفنلق تطالب بضرورة القبض على الجناء بأسرع وقت. ونتجول في صحيفة اليوم التالي: تحالف الخائفين. هذا مقال كتبه عادل الباز في عموده فيما أرى. في صفحة اقتصاد اليوم التالي: الحريات الاقتصادية سياسات جديدة لإنهاء المعاناة. متابعات اليوم التالي تكشف أسباب تصاعد أسعار الخضروات بالخرطوم. وزير النقل يعلن توقيع عقد مع المنظومة لتأهيل المباني لتنظيم الصادر والوارد. بنك التنمية الأفريقي يؤكد دعمه للسودان. في الصفحة الرياضية: اتحاد الكرة يتعهد بنسخة مختلفة من الدوري الممتاز. معاناة المريخ الهجومية مستمرة. صافرة صومالية تضبط مواجهة الهلال أمام سان جورج. منتخبنا الوطني يترقب قرعة الشان وكاف يحدد الموعد. كيمبالي ينقذ حازم والجرايري وفرصة جيدة أمام أندية الممتاز. الفرسان تخرج بأخف الأضرار. المريخ يتفوق على الهلال.
في أخيرة اليوم التالي كتب دكتور عادل عبد العزيز الفكي في عموده ببساطة: السودان أزمة موارد أم أزمة إرادة؟ وفي عموده إليكم كتب الطاهر الساتي: ساعة الصفر. نوكيا العالمية تختتم زيارتها للسودان وتطرح جملة من الحلول المتكاملة. تحول إلى صحيفة السودان الدولية: الأمة القومي يستنكر مشاركة البرهان في تشييع الملكة إليزابيث. الديوان: إذا لم تدفع الضرائب لن يكون هناك أمن ولا جيش. الأمة القومي يستنكر مشاركة البرهان. الإمارات تدافع عن السودان في جلسة مجلس الأمن. 100 موظف في مقر الملك البريطاني يتلقون إخطارات بالفصل. وفي الصفحة الثانية: تنسيق لتوطين التقانات وتوفير التقاوى الزراعية بالخرطوم. بنك التنمية الأفريقي يقدم 76 مليون دولار للموسم الشتوي. في الصفحة الرابعة من صحيفة السودان الدولية، صفحة تقارير: السودان يكون أو لا يكون، هذا ما كتبه مهدي إبراهيم محمد. وكتب الصادق ياسين: على خطى الإصلاح لكم شكرا كثيرا. في الصفحة الرياضية: المريخ يقرر خوض مباراة الليبي في شيكان، إعلان الموعد الرسمي لانطلاق الدوري السوداني. تغادر إلى معسكر خارجي بالجزائر في 19 من سبتمبر الحالي. منتخب الشباب يواصل تحضيراته بجدية ويتدرب صباحا بنادي الأسرة. وفي صفحة ثقافة في السودان الدولية كتبت نجاة إدريس في عمودها: خطوط عريضة، أدعياء التحضر. في منتدى العز بن عبد السلام الثقافي: سيرة التجاني من شعره قراءة جديدة. وفي الصفحة الأخيرة من السودان الدولية كتب محجوب عروة في عموده: قولوا حسنا لا انتخابات ولا تمثيل بلا ضرائب. وكتب دكتور عبد القادر محمد أحمد: سياحة ضريبية. نتحول إلى صحيفة أخبار اليوم، وفيها إفادات لقيادات بالشيوعي حول إطلاق حملة لجمع الأموال لشراء مقر للحزب. إجراءات لضبط الوجود الأجنبي والحد من آثاره السالبة بالخرطوم. في صحيفة أخبار اليوم: ملاذات آمنة، كتب البشر الماحي الصايم: حمئتي قائد صنعته الأحداث ولم يصنعها. أيام وليالي علي سلطان: سلك الكهرباء حبل الغسيل. وفي أوراق اقتصادية كتب عبد العظيم صالح: ويبقى إلى حين السداد. هذه الصفحة من إعداد عبد العظيم صالح. الدندر يبتلع مئات الأفدنة ويحاصر القرى. في الصفحة الرابعة، وهي صفحة مقالات، كتب الصديق النعيم في عموده: صوت الحق لا لتسييس الخدمة المدنية. السودان مرحلة اللا دولة، المدنيون تعاهدوا على إسقاط الإنقاذ ولكنهم تعاهدوا مرة أخرى على عدم الاتفاق لحكم السودان. كتب ياسر محجوب في عموده مقال الخميس: بركة وهارون ورسالتان في البريد. وكتب ياسر محمد محمود البشر في عموده: شوكة حوت للبنات وبعض الأولاد. ونتحول إلى الصفحة الخامسة في صحيفة أخبار اليوم، كتب المهندس عبد العظيم عبد المطلب في عموده: الخال شو الحلم الذي يراودني. في الصفحة السادسة، وزير الداخلية يعد بتحسين معاشات منسوبي الشرطة، ليس تلغي حفلها الخيري في لبنان. في الصفحة الرياضية، المنتخب الأولمبي يواصل تحضيراته وتدريباته بجدية ويواجه نظيره الليبي مجددا بالخميس.
وفي أخيرة أخبار اليوم كتبت أم وضاح في عموده عز الكلام: فولكر عصفور النار. وكتب مصطفى أبو العزايم في عموده: بعد ومسافة، الدولة الفاشلة سببها الحكومات الفاشلة. كتب محمد عبد القادر في عموده: على كل قحط والجيش، الانبطاح ومقدمات التسوية. نتحول إلى صحيفة التيار: هروب 85% من عمال مصانع الزيوت. تحويل حركة البساط السفرية بين السودان ومصر إلى معبر أشكيت: الحرية والتغيير تكشف عن حملة ممنهجة خطيرة وتدعو إلى الانتباه. وفي الصفحة الثانية: أطباء الامتياز يمددون الإضراب لمدة 3 أيام أخرى. حصيلة قتلى جديدة في غارات جوية بأثيوبيا. الإمارات تطالب المجتمع الدولي بتكثيف دعم السودان. في الصفحة الثالثة من صحيفة التيار: أشهر حفاري الآبار والسايفون بالسلمة جنوب والأزهر في حوار الأبطال البسطاء للتيار. وفي تيار الزراعة: أن ننبه إلى فرصة رعاية، أو في موضوع آخر: فرصة لتحويل نقمة العقارب لنعمة وحفظ لأطفالنا. كتب علي مرغني: لا تتردد، أطلبنا فورا. وكتب عبد الله ود الشريف في تحقيق جاري: يطلقون صرخة استغاثة داوية، من يقف وراء تشريد آلاف العمال والأسر بسوق ليبيا. في صفحة الحوادث: محاكمة أفراد جبهة الثورية المتحدة، مكافحة التهريب، ضبط عربات معبأة بالبضائع بينها جنزبيل. وفي صفحة رأي: كيف سيكون شكل العالم في العام 2023؟ هذا ما كتبه فادي عيد. رئيس الوزراء القادم وأسئلة معلقة في الهواء، هذا ما كتبه محمد شيخ العرب. بروفيسور حامد برهان يكتب مشروع الجزيرة كما يجب أن يكون. وفي صفحة منوعات الخميس: وزارة الثقافة والإعلام والسياحة الخرطوم، المدير العام يتفقد هيئة إذاعة والتلفزيون الخرطوم. موصلي: تنظيم الساحة الفنية مطلوب ولكن. عوض حمودي يتحدث عن إبداع الجزيرة: جئت للإذاعة مغنيا وهؤلاء حولوا مساري. وورشة عمل لمنسوبي العلاقات العامة بالإذاعة والتلفزيون تحت شعار: نحو علاقات عامة رائدة. تقارير مصورة: انسداد شرايين القلب الصغيرة قد يهدد بنوبة قلبية مفاجئة. وفي رياضة التيار: المريخ ينفي استضافة سان جورج الأثيوبي، قانوني يوضح تفاصيل غرامة سيف تيري، الهلال يناشد جماهيره قبل نزال سان جورج. ريال مدريد يرفض المخاطرة ببنزيمة في الديربي، وانوير الحظ صعدنا أمام ليفاندوفسكي. أخيرة التيار: مع ذلك كتب عبد الله علي إبراهيم: محاكمات الشجرة يوليو عام 1971، مهرجان الكلاب الجائعة. وفي حديث المدينة كتب عثمان مرغني: البحث عن الحل التافه. عذرا للكلمة. وفي صحيفة الجريدة: 100 منظمة حقوقية تطالب بايدن بفرض عقوبات على البرهان وحميتي. مزارعو هيئة السوق الزراعية يطالبون بإقالة المدير العام للهيئة. وفي صحيفة الجريدة في منوعات سياسية: بعيون فولكر السودان يقع تحت رحمة توافق قد لا يأتي.
بسبب كرسي وزارة المالية جبريل يدخل ضمن قائمة الأعداء الدائمين. وفي صحيفة الجريدة أيضا إلى النيابة العامة، لماذا اختفت التحقيقات في قضية تاركو؟ خلال إحاطته بتقرير لمجلس الأمن، فولكر بيرتس يضغط بقوة على جرس الإنذار مركزي قحط. ما قدمه فولكر يعكس الأوضاع التي تعيشها البلاد. الشعبية جناح الحلو، ما ذكره فولكر يؤكد أن الوضع كارثي. والشيوعي فولكر لم يتحدث عن المشكلات الأساسية المتمثلة في وجود اللجنة الأمنية والدعم السريع. وفي قضايا، رفض تبرعات الوطني والفلول، الحزب الشيوعي يطلق حملة لجمع الأموال لشراء دار خاصة. نتجول في صحيفة الجريدة، الدكتور الشفيع خضر سعيد كتب الدور الأممي في السودان بين الرفض والقبول. وكتبت رشا عوض دفن الجثث لإكرام الموتى أم للتستر على القتلة. في صفحة تحقيق، إزالة تشوهات الهيكل الراتبي، جراحة دمامل الاقتصاد بمشرط صبا، بمشرط صبي. وإلى صفحة تكنولوجيا، إتاحة الدردشة الصوتية في تطبيق جديد، علماء يبتكرون روبوت بحرية تساعد على مراقبة الموارد البيولوجية. نتجول في صحف الخرطوم اليوم، ونتحول إلى صحيفة السوداني، البرهان القوات المسلحة لن تتخلى عن مصابي الثورة. نقابة الصحفيين، سنقف بحزم ضد إرهاب الصحفيين. وفي أخبار السوداني، لجنة المفصولين تعسفيا تعلن التصعيد وتحذر من إلقاء اللجنة الوزارية. في صحيفة كوكتيل، الموصلي، تنظيم الساحة الفنية مطلوب، ولكن ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بسهير عبد الرحيم. من يفوز في مهرجان تورنتو السينمائي؟ في صفحة مال وأعمال، غرفة المصدرين تشكو من بطء انسياب الصادرات. وفي رياضية السودان، تشيلسي يستعين بمكتشف هالاند لتوسيع كشافة النادي في أوروبا. ونتجول في الصحف، توقف 5940 مصنعا، هذا ما جاء في صحيفة الانتباه. سحب ملف قضية الشهيد محجوب التاج من المحكمة. وفي صفحة حوار السفير الصيني لدى السودان، بكين لن تتخذ أي إجراءات إجبارية وتعسفية لحل مشكلة الديون مع الخرطوم. وفي صحيفة الانتباه أيضا، الجيش خط أحمر والمساس به خيانة وطنية عظمى، هذا ما كتبه فريق أول حسن يحيى محمد أحمد. ضبط أخطر شبكة لتزوير الشهادات الطبية، وسحب ملف قضية الشهيد محجوب من المحكمة. أمين مال اتحاد الغرف الصناعية الفاتح جبورة للانتباه، توقف 5940 مصنعا عن العمل، المصانع التي تعمل طاقتها الإنتاجية 20% فقط. وفي صفحة الأعمدة، كتب بخاري بشير في عموده، خارج الإطار سلاح الإضراب. وكتب صبري محمد علي في عموده، صدق المداد الشيوعيون، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم. وفي رياضة الانتباه، روح جديدة في الهلال، وفلوران يتحدى سان جورج. نتحول إلى صحيفة الوفاق، أمين حسن عمر، الإسلاميون لم يذهبوا ليعودوا، الشيوعي لجنة تسيير نقابة المحامين ليس لها حق إصدار مسودة الدستور. قرارات بزيادة مراكز البيع المباشر بسعر المنتج بالخرطوم.
وفي صحيفة الوفاق أيضا مشروع دستور المحامين الشيوعي يهاجم قحط ورفض من قطاعات واسعة. مشروع فني لعمل تخريط جيولوجي وجيوكيميائي لتحديد أنواع المعادن. السودان يستعد لإعداد تقرير أداء الأعمال التجارية. وفي رياضة الوفاق بايرن ميونخ يفوز على برشلونة بثنائية تأجيل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. وفي صحيفة الوطن نختم بها عضو بإزالة التمكين المجمدة، اللجنة ستعاود عملها. مركزي الحرية والتغيير، لا نستهدف المؤسسة العسكرية ولا الخرطوم، الأراضي أصبحت سلعة خارج النطاق الرسمي. في الصفحة الثالثة مهمة الخبراء الروس للسودان وخارطة المعادن، أردول يرد. وفي ولايات الوطن وصول طائرة الرش لمكافحة طير الزرزور بجنوب دارفور. واقتصاد الوطن، فيه الثروة الحيوانية تشيد بدعم بنك التنمية الأفريقي التنمية بالبلاد. في رياضة الوطن، المريخ يلغي رحلة السفر إلى بحر دار ويحذر من مخاطر الصراع في أثيوبيا. وفي أخيرة الوطن، كتب الباقر عبد القيوم علي لكي لا ننسى في عموده همس الحروف. وهذا كل ما ورد في صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم.